معايا عبر الهاتف الآن أستاذ الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. الله يخليك يا كابتن، عامل ايه، اخبارك ايه؟ كنت عايز احضرك النهارده بخصوص اجتماع الأندية مع رابطة الأندية المصرية حول مصير دوري الموسم القادم وشكل دوري الموسم القادم، الوضع هيبقى عامل ازاي؟ هو الوضع انت بين مصالح مفترض انها دكتور المصري اللي بتدير. سياده النائب، انا بعتذر لك ان الصوت مش واضح. سياده النائب لو نتحرك شويه، انا اسف. ماشي يا فندم، اتفضل يا فندم. القصه كلها انا برضو عندي كده ايه بالنسبه لموضوع الدوري، فانا شايف ان في تجاذب كبير جدا، ولا بد من اداره حوار بشكل كبير اكتر منه تصويت. يعني انا مش عارف هم هيديروا على انهي اساس، هل هيصوتوا؟ ولو صوت خد التصويت، الاغلبيه العظمى من الانديه مش موافقه على فكره تغيير شكل الدوري. هو بيتكلم في موسم استثنائي عشان يحدث انضباط في ايه؟ في المسابقه في المستقبل. اما لو سالت رايي الشخصي هقول لك ان انا مع الموسم الاستثنائي اذا كان يؤدي الى انضباط في المستقبل بعدم تاثر المداخيل الخاصه بالانديه، وفي نفس الوقت على انتظام المسابقه، وفي نفس الوقت ان يبقى الموسم القادم يعود الدوري كما كان. يعني انت مع شكل استثنائي بس لا يؤثر على مداخيل الانديه. صوت شويه، اتفضل يا فندم. ايه حضرتك مع دوري استثنائي الموسم القادم ولكن بما لا يؤثر على مداخيل الانديه، انا فهمت صح؟ حوار، انا مش هقدر افرضه على الناس، يعني اقول لك ده رايي الشخصي. انا فاهم. ان انا ممكن، انا حاسس دي ممكن تكون بكره الدنيا تتغير، يبقى في تغير بشكل كبير، لكن انا مش ضد فكره ان الناس عاوزه تبقى على الدوري كما هو. انا اتمنى ان احنا لو في حاله ان احنا نبقى على الدوري كما هو، لو هنقدر تنتظم المسابقه واذا انتهت مواعيد، لكن هو بيتكلم في اختصار شهرين. فيها جزء كبير جدا العداله. انضباط تحت طمأنة بالمسؤولين على المسابقه للانديه. سياده النائب الحسيني ابو قمر، يا فندم كنت بسالك على الشكل الاستثنائي اللي انت من وجهه نظرك شايفه جيد، ايه هو؟ ايه هو الشكل الاستثنائي ده؟ لا هو بيتكلم على استثنائي ومقتبس جزء من دوريات في اوروبا، مثلا زي الدوري البلجيكي، كان جزء الدوري المكسيكي، السعوديه طبقته فتره من فترات، لكن هو مش الافضل ولا الاحسن، ولكن هو بيتكلم على استثنائي بحيث انه يختصر شهرين من المسابقه يؤدي في النهايه الى انتظام المسابقه، وبالتالي تعود على كفاءه وقدره المسابقه في المستقبل بالنسبه للاعبين وراحه اللاعبين، وفي نفس الوقت الانتظام. فهو انا مش يعني مش بصادر على راي حد، لكن انا بتكلم في ان لو الموسم ده يطمنوا الناس من ناحيه العداله، من ناحيه تكافؤ الفرص، وبالتالي يقدر يدير فيها حوار مش محتاجه يعني مغالبه اكتر منها حوار ننتهي فيه لنتيجه. طيب انما انا اتكلم في تصويت. طب لو انت جايب الانديه عشان تصوت، طب انت بتدير ليه انت بقى بالاساس؟ دي نقطة مهمة بصراحة. يعني أنا مش شايف، يعني أنت جايب الأندية تدير معاها حوار، طب لو رفض الأندية هتاخد بالكلام ولا هتصمم على رأيك؟ فأنا شايف إن ممكن ما ينتهيش الحوار لجلسة. يعني لو حصل فيه عدم توافق، دير كمل بقية حوارك، طمن الناس أكتر، وفي النهاية تاخد القرار يعني إن شاء الله اللي فيه صالح كرة القدم المصرية. صحيح. طيب فندم، عايز اخدك في جزئيه اخرى. كثير من الاخبار تم تداولها خلال الايام القليله الماضيه حول مفاوضات نادي الزمالك مع النادي المصري حول باهر المحمدي، هل الحديث ده صحيح؟ هل الزمالك طلب باهر المحمدي؟ باهر لاعب النادي المصري. للاسف يا استاذ النائب الصوت برضو مش واضح، لو تسمح نتحرك قليلا يعني. في هذا التوقيت اتفضل يا فندم. معلش يا فندم، عندنا لاعبين. اتفضل. معلش يا فندم، معلش ما كنت سمعتك، الصوت راح خالص، فلو تعيد تاني الحديث او الاجابه. باهر المحمدي من اللاعبين المهمين ومن كباتن الفرقه المهمين جدا عندنا في النادي المصري، ومن الصعب التفريط فيه في هذا التوقيت، لان احنا عندنا كونفدراليه وعندنا مسابقه الدوري الممتاز، ف يعني احنا نتمنى، فعاوزين نعمل استقرار اكتر
وهو ما لعبش غير موسم واحد مع النادي المصري. الراجل لاعب مهم ومن الصعب التفريط فيه في الوقت الحالي. عمرو موسى واحد من كباتن الفريق، خرج من النادي المصري بعد سنوات طويله عاشها في النادي المصري، ايه الاسباب يا فندم؟ لا هو عمرو موسى ده يعني اولا عمرو يعني مستوى الشخص اللي بحبه وكابتن من كباتن وله قيمه كبيره جدا، ولكن دي هي كره القدم بتبقى رايه فنيه. يعني انتهى عقده مع النادي فما كانش فيه طبعا تجديد، لان ده بيبقى قرار للمدير الفني مش قرار الاداره يعني. لكن ده لا يمنع يعني ما قدمه عمرو موسى من اللاعبين على مستوى اللبس، على مستوى الاخلاقيات، كابتن الفريق، احنا كاداره بنحترمه، الجمهور بيحترمه طبعا، له تقدير خاص عندنا، وكان يعز علينا ان احنا يعني انه ما يكملش مع النادي المصري. لكن ده النادي المصري بيته مفتوح له في اي وقت، وعمرو ان شاء الله يكون له يعني في المستقبل حاجه في النادي المصري تليق بيه يعني. كلام محترم جدا. سيد عبد الله، نيمار لاعب الزمالك، هل المصري طلب ضمه فعلا؟ يعني الى الان ما فيش كلام من ده، ده كلام متداول، ولكن تفصيلات النادي المصري عقد صفقات يعني 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 كبيره وجاب احتياجاته، والكلام ده المدير الفني هو اللي بيختار. لعيب هو كويس ومهم ونتمنى وجوده داخل النادي المصري، لكن احنا يعني في انتظار لو فيها نقول يعني. طبيعي. سيادة النائب الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الهاتفية.